مرة مرة شرب السحت. نبي محمد الودعاني مو موجود والله. محمد الودعاني راح ويا أتوقع ربيع. الله يبقيكم ويجمل حالكم. سلطان موجود شوي بيجي. الله يبيض وجهكم يا جيش العاطلين. الله يبقيكم ويجمل حالكم. بإذن الله بإذن الله. الله يجعل في الأمور خيره. نبي الريالتي شرب السعد. بس الريالتي وش الريالتي؟ قصدكم الطبخ والضحك ولا انا بسولف ونضحك كل تبون؟ انا متفق لي الحين مع واحد مكلمه في شاليه وباخذه منه باذن الله. الله يبقيكم ويجمل حالكم. مرحبا مليون. صدق راح ترجع الوادي؟ اي ممكن يومين كذا. جدة أبوي تسلم عليك. جدة أبوك. جدة أبوك. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسلمها من الشر. جدة دقيقة خليني أستوعب. جدة أبوي يعني أبو، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتشوف وتتابع القنوات. جدة أبوك ما شاء الله تبارك الرحمن. والله اني ما ادري للحين والله. ام ابوها ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. وش تراكم؟ بيض الله وجهك ترى. بيض الله وجهك. في السناب اقول انت راسلني ولا عاد راسلني للحين. انا اللي اذكر اني دخلت عليه وقلت راسلني، هذا اللي انا اذكره. بس ما راسه ولا علق على شيء. اذا كان يشوف في راسلني ابن الحلال. تويتر خلصت منه وش اسمه، وتيك توك خلصت منه، وجاكو خلصت منه. جاكو خلاص عرفت انا الاشخاص طلع، بس باقي سناب ابو عجاب. نحن انتهت المسابقه يا اخوان. وش جدي انتوا تطلعونهم من القبور وتخلونهم يسلمون علي ولا وش الوضع؟ جدي ايش الحياة دي؟ جدي حول ولا قوة الا بالله. القناة على عيني وراسي ولي الشرف إذا رجعت لها. وهي صاحبة معروف علي. القناة، كيان القناة والإدارة كلهم لهم معروف على الناحية. لكن أنا اعتذرت منهم لأن في أشغال عندي. ولا لهم الحب والتقدير والاحترام. والله وجيهكم. لا والله لو ما عندي شغل عادي. يشرف صراحة السفرة يا محمد. تعب عمه عشان كذا مناحي بنام بكرة عندي دوام. وش اسوي طيب؟ انا وش اسوي؟ مناحي انا بنام بكرة عندي دوام. ابي اجاوب بس كيف اجاوب؟ وش تبيني اسوي؟ اللي تبيها ابشر على خشمي. انا ودي انفعك بس ما ادري وش يعني وش تبيني اسوي بالضبط؟ وش اقول؟ امر بس. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يبيض وجيهكم. ممكن تحضر الحفل الختامي؟ ممكن. وش سر نعمة شعرك؟ ما هذا ناعم ده الله يرحم الحال. تقول ليفة مواعين تقول ناعم. تعرف الحديد اللي يغسلون بهالمواعين؟ نفس السيستم نفس الشيء، بس هذاك فضي وهذا اسود نفس الشيء. الله يقبلنا عند خلق، عند الله وعند خلق يا رب. شعرك هذه الحقيقة. بطلع من البث.
طيب مناح يدخل مع سلمان. سلمان من؟ لا الحين ما قصات، ما فيه ما في قصات، قست ما نبي جوله، ما نبي، نبي سوالف، نبي نسولف ونضحك و وش هذه شعر مع ذي بشره، وش سر يعني عمت بشرتك؟ اي خلاص سوالف وضحك، خلاص جوله جوله جوله، الحين سوالف بس، سوالف وضحك قسما بالله اني نويت نيه. شفتوا ياما صورت في السناب وقلت الوضع هدوء ما يطمن، اقسم بالله العظيم اني نويت اني انا اسم كفر سيارتنا، اقسم برب البيت اروح للسياره وانا اسم كفرها وارقى اتعشى مع ابو سلطان على اساس اني ما ادري عن شيء. ابي كان اضحك بس طرحني، قال وين رايح؟ قلت بروح قريب. قال لا تعال تعش، شاف سنابتي، شاف السناب حقتي، قسم بالله شاف السناب، ولا كان والله يسويها بس شاف السناب وقال تعال اجلس اجلس، انت ناويك على شيء اجلس. لا كان بانصدم، كان بانصدم انا، يا الله من هو هذا؟ لا يكون ملبقي من ملبق احد ثاني، يا الله وش نسوي الحين؟ بس يلا كان مفروض اني سويت اجتماع، لكن عاد ابشروا بالعوام. مشكلة مشكلة اني بيعلمكم اني بطبق الشيء، انا مشكلة بيعلمكم اني بطبق الشيء بس ماش راحت. شنو بلعوا شفناك بالقصيم بشرتك صافية، لا حول ولا قوة الا بالله، 40,000 واحد جاي ولا شفت الا بشرة مناحي. كمال مناحي تحبني، احب اللي موجودين كله، وربي عادي يا رجال سؤال فوضحك، نبي مقلب في تركي تم، وش تبون؟ كيف الحال؟ طيب الحمد لله. ليش سهلا؟ لا ما في، لا لا زين. تعال تعال تعال. تعال خلي أنا عطنا سالفة لك في الهند. ها؟ ما شاء الله. كمان ليش أنت هيلو زيادة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. أنت هيلو زيادة. هيلو 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 زيادة هيلو. إيه مية مية. والله ظهر. ما فصل هذا يزيد مرة سمسم شهر برضو. طيب فيها علاج؟ يلا يلا انا شيل صابين ديال بعض ندي باو سلطان بعض الماء يجي كل هذا هنا مره يلا ما هنا سيرزو ما بس نوض زين صح. طيب انت اشتري علاج ولا ما اشتري؟ لا الحين في علاج ولا ما في؟ لا ما في. يلا مشان مشان امشي 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 الحين امشي امشي خلي خلي امشي الهلو بتشوفونه ذحين دقيقة يا أخوي طلع نفاق يا أخوي دقيقة لا يا أخي الدنيا أركب أركب يا هلو أركب شو والله في العلاج شو والله بس سعد أركب بس تعال أهو نفر أبغى شوف أنت هلو هاي هنا هنا شوف هنا شوف هنا شوف صديق سلام سلام عليكم السلام عليكم ارحب كيف حالك طيب ارحب اه شفته يقول ارحب حيض الله وجهك كل النهور كلام كويس ارحب اي والله ده العين ايه هلو هلو هو كلام انت هلو معلوم هلو ايش هلو ايش يعني كويس الحمد لله
الحمد لله. المسلم كله نفر زياب قدوه. يا ادعو له. ايش يبغى بعد زياده؟ ابغى مقصود هو كل شيء مقصود انا مقصود اي مسلم. اهم شيء انت اي مسلم انه مقصود فهو مقصود. ولا تنسونا في الدعاء ادعوا له. لازم دعاء. لازم دعاء. جنة بعدين هذا. وان شاء الله تدخلون الجنة. نفر قلبي كويس كله كويس مسلم. واهم شيء الواحد اذا قلبي كويس ميمي هذا سد لي. امسك. شيل. دقيقة دقيقة يا ابن الحلال انت كسرت الباب يا مسلم. يلا. اي يا ابن الوكيس ها هذا وجهي اذا ما خربته. اذا ما خربته هذا وجهي شوفوا يسوي حركات شوفوا اخلي تهدوا يا ابو سلطان. انا دخلت القرية وخربتهم كلهم. ودخلت وجيت ولد ابو سلطان وخربته. وقفت على كمال ازهله على طول. الحين اخذ بهلفه خليتها دويا ابو سلطان. شوف خليه يسافر. الشيخ اخرع في الهند الله يستر عليه. وكيل ما يجي منه. اي وكيل عطنا سوالف جبت فيها العيد. عيد ايش يعني؟ كيف اي عيد تبي؟ عيد الفطر عيد رمضان دائما اسولف في الاعياد. كل عيد انا اسولف فيه. اي عيد تبيه وابشر على خشمه. بيض الله وجهك يا عبير. بيض الله وجهك من دعمت وكبست. مشروب السحر خلو بس كمال يجي و... يا مرحبا. في واحد ابي اعطيه شرافه ربنا يعينه موجود. بيض الله وجهكم اللي دعمتوا. لغلا عبد الله وعبير وجيش العاطين وعزيزه وشوش ومحمد وجيلان كلكم. بس خلني اشوف في واحد ابي اشوف ربه موجود عشان اعطيه شرف. تبون شرف؟ تبون نحط اشراف؟ ايش رايكم؟ نخلي واحد نختاره كذا نحطه اشراف، ايش رايكم؟ ايش رايكم الفكرة؟ خلاص بما انكم الفكرة حلوة ما نبغى اشراف، نبغى كذا نسولف. كمان رقد عندهم ما راح يشتري علاج. نبي مقلب في تركي. وش تبون؟ وش تبون المقلب ابشروا؟ وش تبون المقلب؟ وش تبون بس؟ عجل وش تبون المقلب؟ وش تبون المقلب؟ أنا واقف وش أنت بالطريق؟ واقف أنا. فزت معي وين؟ بيض الله وجهك الجوهرة. فزت معي وين؟ يلي يقول أنا فزت معك. فزت معي وين؟ أي حساب فزت معي؟ في واحد قال أنا فزت معك، فزت معي وين؟ أنا كذا كويس؟ الله يبيض وجهكم اللي تدعمون. انك تتهاوش مع كمال. لا ابو سلطان بيض الله وجهك عبير. ابو سلطان ما يداني انك يعني كيف اشرح لكم انك تخطي على العامل او تخطي على واحد يعني كيف اشرح لكم؟ كيف او صغير او تخطي على واحد يعني ما يقدر يرد عليك هذا كذا ياكلك ابو سلطان. ما يحب كذا. سو نفسك تعبان. لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا بعدين ويو من ربك وما دينك على طول. انا طيبين وبخير الحمد لله. والله
الكهرب، أطفي الكهرب. تبون أطفي الكهرب؟ ها شيكم؟ ها ها شو سوي؟ طيب أنا بعود أبو سلطان بس خليني أخذ العلاج وبأجي. تمام مخليه أنزل يأخذ علاج ويجي. دق عليه. لا لا عندي مقلب، عندي مقلب، عندي مقلب. فوق الميدة سيارتي خربت، سيارتي خربت عند الصيدلية. تعال. بقول سيارتي خربت عند الصيدلية، بشغل موتر وبيجي. لا خليني اشوف يتابعني ولا. بس انتوا في ناس يروحون يعلمونه. لا حد يروح يعلمه. في ذمتكم احد علمه؟ فعلموني ما اتصل عليه ولا نخرب الوضع ولا شيء. خلاص انا باث، خليني كمال يجي واتصل من جواله. واذا انجلت عادي، اذا انجلت عادي. تبون غيره؟ طيب انت ايش تبون الحين؟ هذا مقلب حلو، انا اشوف انه مقلب حلو. يشغل الموتر ويجي ويشوف، واذا جاء احرك اشوف ايش بيسوي. وش طفي المكيف عليه؟ يعني تخيل اجي وهو صاحي وطفي المكيف عليه. اما مقلب، مقلب ولا مقالب صغيره؟ لا بيض الله وجهك عبد الله. انا الحين والله ما بعد، فيكم اللي يقول ايه، فيكم اللي يقول لا، فيكم اللي يقول لا. ابو سلطان مو في البث، مو في البث. خالد الميزاني قست، ندخل مع قست خالد الميزاني اللي دعمنا. خلنا ندخل مع قست نشوف ايش الوضع. ندخل مع داعم وسولف علانا، ما لها داعي اني مرد. مرحبا مناحي. الله حيهم. مناحي اعرفك على اكبر سفير في البرنامج عويض مرزوق. اكبر ايش؟ سفيه. ونعم ونعم يا اكبر سفيه، ونعم ونعم بكل. ترى جالس يغازل. ايش يغازل؟ يغازل يغازل ايش؟ يغازل يغازل. اي حاتي خليه ياخذ راحته. سفيه خليه ياخذ راحته. صح وش؟ والله انقلبت غازل. يلا عطنا عطنا واحد، عطنا واحد. اعطيه ايش؟ عندك احد؟ عندي الشيخ. الشيخ من؟ هذا هو شوف. هداد. مرحبا يا هداد. مرحبا مسلم، كيف حالكم؟ وش عاد انا احب العب مع الصفه. عويض ما شاء الله بطلع وجهنا. ركب سنون يا هداد. انا ومن الحين؟ انا مع هداد.
انت بتحكم على انا يعني ولوش خالد تهداج عنده مستوى خالد انا افوز عليه هذا انا داخلي من الجولات والله بيها علي خالد هلا كيف الله يطول عمرك وعمرك يا هداج هذا اللي حاب اقوله والله اكثر من كذا ما تستاهل يا خالد صراحه ترتيب يا ولد تعالوا تقبلون ما بدون حكم ليش خايف يا ليه ابن حلال يا ابن حلال ان لاعبين من الجولات والله بها عليم مع خلاص ما عاد في دعم وقفنا طيب العب يا اخوان تعال خايف من وش انت خايف من عويض لا بس ترى ما بدون حكم جوله لا في احكام طبيب ولطيف لا يا خالد والله انا اشوفكم كم غلطتوا على عويض وغلط انا ما احب جزاك الله بالخير نعم عشان كذا ادعم اللي غلط علي ما انا تكبيس نايم هداج هداج غلط علي انا كذا افدا يقول عويض يقول عويض صاير حلو مركب سنون بالله وعليهم ليت غلط تصير رجال ويطلع لك شنب كلكم يلا كل واحد ثاني بلا تضغط عليه صلوات والله أيه والله يا عويض اني ما غلطت عليك ولا قلت انا قلت فداك خله جحفله بكيف ترى يا هداج المقصد ما هو انت طريقنا داعميننا هداج شوف شوي برفع عليك مقطع اسمع خالد هداج خالد هداج هداج خالد برفع عليك مقطع اهدالك شوف ترى يمكن المقطع ثاني لو في ناس يدرون ان عندك يمكن يجيك فوق 20 مليون كوينز بب. وش هو؟ عشان تعطينا المقطع ده يا الربع مقطع لعويض سبايك يا رجال كلها سبايك اموره طيبه عويض ما عليك والله الاموره طيبه انت يا عمر قلبي يا زلمه شنو بشنو بعقب الجوله ابشروا هيا يا اخو لكن عاد عقب الجوله ابشروا باللي تبون شلونك يا مناحي يا مرحبا ومسهلا الهلا والمرحبا وشلونك عساك طيب الحمد لله ونشكره فيري فيري جود جعلك فيري جود جديد انت يا مناحي توني وكاله واكوك من وين جاي مناحي انت من اي برنامج جاي كيف من اي برنامج جاي من التيك ولا من وين ما هو اللي بعد ما دخل التيك بعد جيت هنا بقيت هنا ايه تعال طول طيب الله وجيهكم اوه هذا اجل من ربع حق قناة الواقع انا عم صح انهم يجون على طول سعاد واو سعاد يا سعاد ارحب ابو ايش شو ذا اي رد 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 يا عمر قلبك يا زين كم تساعد وقلوبك من كحل عيالك يا عمر قلبك يا زين من كحل عيالك من علمك حيل العين الذي خضبنا ايوه تسمعوني ذا الحين صوت كويس لا يا سلوم انزخه اجلد بكلام بس تسمعوني ولا ما في اغاني كويس ايه بدون ما في اغاني علم قدر نفسه بس يا خالد وين درع وين درع من موجود ابو عبد الرحمن اي وين أو عبد الرحمن موجود أو عبد الرحمن يجي. الله لو أبو عبد الرحمن موجود ما تقول تعالوا الله أكبر يا الدنيا ليه أبو عبد الرحمن قوة بم نوم وين كل يوم صدق وينك يا قائد أبو عبد الرحمن محزم الله كوفو وانت كوفو بعد ما عليك زود والله يا مناحي إيه هاي مشكلة عبد الهادي من يا الشباب اللي علمون التلك والله انكم ذكرتوني ايبه وانا ناسي هاسي حبيبي يا اس ايه ايه ها؟ يلا نعم طيب ابشر دعمون هدو شوي عليهم
معلك بنا معلك بنا مع بيض ما عنده ما عنده ما عنده مستوى. لا لا تقول ما عندهم مستوى، جاي عقب 60 جولة لاعبين عنا الله يسامحك بس. والله اللي والله اللي فايز 60 جولة ما هو بعجزان عني ياخذ الواحد. عجزوا عجزوا الواحد حديد عجزوا شافوا زهداء. إذا كنت داخل قست ما أقول اسمك. شافوا زهداء كلهم دارهم فايزين فوز فوز خلاص. يحيى عمر قلبك يا زين منك حال عيالي يحيى. الجولة انتهت فين فيها احد موجود؟ ليه يا سعد؟ ليش يا سعد؟ ها ويط حكم على مين انت؟ لا شوف والله ما انت عدى عليك ابو عساف. شوف انت اختار واحد فيهم واعطني الثاني. نبي نعرف الخساره وش الخساره؟ عساف جوزيف انا هداج بعد نشوف الاحكام عشان يلا لا لا جوله جوله واحده هو الاحكام اللي يبون. عساف ما في ما في احكام ما في احكام ابو عساف ما في احكام ابو عساف سامي يا هداج يجعلك للجنه ويطول عمرك ابو عساف يا اخي ليت الناس كلها ابو خالد سم يا مناحي ليه بيض الله وجيهكم والله لا يهينكم اي والله بيض الله استاذنكم بس يا ربع ادرك معك الله يقاك الله يحفظكم ابو عساف مرحبا يا هداج يا الربع قولوا لا اله الا الله انا دخلت معه بقول لكم حاجه الرجال جاي وداعمني يعني ما لها داعي انه يطلبني واخليه وكذا حتي جوله واحده اسولف واضحك وانبسط واستانس معه ما لها داعي انك يعني ترفضه وكذا عشان كذا انا والله اني استحي اقسم بالله اني استحي لا شفت الرجال اللي جاي وداعمك وكذا اقسم بالله اني استحي منه فهمتوا ولا انا والله لا بجولات ولا بشيء حتى انكم تدعمون اقول يا ربع هدوا هدوا ما بي يعني الجوله هذه ما هي بهم ما هي بجوله عاد تحمس فيها وكذا ما قصرت وانتم جوله جولتين ثلاث اربع خمس ست اقسم بالله ما قصرت دعم 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 خلاص نبي قست انا نبي سوالف بس نبي بث سوالف ما نبي شيء لا هم من حقهم اللي يقولون اطلع اطلع من حقهم يا اخي احنا داخلين سولف لا تدخل جولات لكن في ناس استحي منهم مثل خالد داعمني والله يستحي منه درع داعمني استحي منه لا 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 من حقكم من حق الكل اي داخلين نبي نسولف ونضحك خلاص من حقكم صادقين يسولفون ويضحكون يو هذا ويشو اي صح خليني احول يا رجال خليني احول خليكم معي دقيقه خليني احطكم على قلبي واجي ارحبوا ترحيب المطر مرحبا مليون اي لازم يا اخي بس كيف اركب ذا وهالبلشة ايوه شو هذا وشو اي لازم كثير من الفضايح عشان كذا لازم يجي كثير من الخش لو ما في كثير من الخش جاء كثير من الفضايح المفتاح في السيارة دقيقة بجيكم بجيكم بيض الله وجهه اللي قال المفتاح في السيارة دقيقة
قسم بالله نسيت مفتاح السيارة. والله اني نسيته. بيض الله وجيهكم. جاك دعم بيض الله وجيهم. اللي يدعمون بيض الله وجيهم ما قصروا. يا الربع الداعمين بيض الله وجيهكم. اللي دعمتوا وبيض الله وجيهكم اللي كبستوا. تكبيس لا بس. الدعم يا الربع وقفوا لا تدعمون. لا تدعمون. نسولف ونضحك وننبسطون استانس. لا تدعمون. نسيت في السيارة. مفتاح نسيت في السيارة. كبسوا بس لا تدعمون. اي كبسوا الدعم لا تدعمون. البث هذا سوالف وضحك وناسه. السلطان نام عنده دواء باردي. نسيت المقلب يا ابن الحلال. نسيتين جوله المقلب ونسيت. والله نام. بسلطان نام. لا مو هو اني نسيته. نسيت مفتاح كامل في السياره وجيت احول. بس ما ادري من اللي قال قفلت السياره. ذكرني الله يبيض وجهه. دحوم الله يطول اعماركم في الله يبيض وجهكم اللي تدعمون يا الربع اللي تدعمون بيض الله وجهكم بس لا تدعمون كبسوا تدعمون لا ما يعني انني هنا البث هذا سوالف وضحك بدون دعم خلنا نسولف ونضحك ولا تدعمون بروح الوادي يومين كذا بروح الوادي باذن الله نسيت اقسم بالله نسيت أنا بي فلوق بي سي ده وش فلوق بي سي وش فلوق بي سي الله يبيض وجهك يا عزيز عزيزة بيض الله وجهك والله انك دعمت ولا قصرت ما قال في محمد الودعاني لا والله محمد الودعاني مع أخوياه ما نمشي في مقلب مبسوط الحين تسوي في مقلب يجي وحالته حاله هو بجلس مع أخوياه مبسوط وش تبغى نسولف عنه؟ اللهم امين وياك. اي والله العظيم مو ما قلبت نفسي نسيت المفتاح في السيارة. نسيته كامل في السيارة. اليوم رايحين انا وابو سلطان شو اسمه؟ وين رحنا؟ محل والله ما ادري شو اسمه. آية حول انا حتى نسيت اسمه. يا اخوان فيني زهايمر. قسم بالله فيني زهايمر حول الدرعية وش اسمه ما ادري ابشروا ان كان سمحاني رحت انا ولا في زحمه وهو يسوق قلت خلاص وقف عند احنا عند البوابه نفسها وانزل وانا بلبق السياره وبجي قال طيب ازهل ويحول واركب ولبق السياره وجيت امسح جيت عادي ابي اشوف وين فيه قسما بالله اني ما ادري وين حطيت السياره وين حطيت السياره ما ادري متى فقت يوم قال ما ادري انت وين حطيت السياره تذكرت اني اخر شيء اتذكر اني قفلت السياره هذا اللي اخره والشوارع ومن شارع لشارع وهو مع كل شارع يعاينني يا ابن حلال هو اي شارع يا ابن حلال قسما بالله ما ادري والله العظيم اني ما ادري يا اخوان ثوب امي حق العيد والله اني حاطه في الثلاجه قسم بالله ذا بومي حق العيد مظهر من الخياط وحاطه في الثلاجة ما أدري وش اللي جابه في الثلاجة يعني فتحت الثلاجة ما أدري شو أدور ونزلت الثوب وجيت ورحت يوم جاء اليوم الثاني عقب العيد لابومي تعين ذهبه في الثلاجة أقسم بالله ما أدري كيف حطت الثوب في الثلاجة لا تنشدني أقسم بالله أنا في الثلاجة هم يقولون يا ابن الحلال انت جايبه قلت انا جايبه ودخلت البيت وهو في يدي بس وين ما ادري والله اني صادق وين حطيته ما ادري خلاص وادوره وحالتي حاله وندوره انا وياهم والغرف وحالتنا حاله ونعود الخياط قال ولا قال لا خذاها ابن الحلال جاني وخذاها ما ادري يا اخوي اللي اذكره ما ادري كيف لهم ضاله قال ابن الحلال جايب دقاجه لا مو ذوب حطيته في الثلاجه انت صاحي انت اقسم بالله العظيم لا خلاص ما عاد يوصلني الحين قالوا احجز موعد لامي هذا كلام قبل شهر قال احجز موعد لامي قلت طيب ابشر واحجز موعد على الخميس واركب انا وامي ونروح
ويوم جينا الموعد وساعة وإنا ننتظر في الانتظار الرقم كذا تقول انتظرنا شيك نصره يوم خلصنا وقدرنا خلاص داخلين قالوا عطنا الورقة عطيني الورقة قال بيض الله وجهك على انتظارك سم يوم الخميس الجاي يلا فك على عينة أمي كذا كذا والله يا ريت عينة أمي كذا والله يومك إن شاء الله ما عليك إن شاء الله والله علي رايح معك ومخليك تحجز لي ولا أنت والله يومك ما عليك إن شاء الله تكفو مشان جعلني قبل سأجي في خاطر سأزعي قلت لا لا والله متعود الحمد لله مبسوطة يعني خلاص يعني أخرت موعد بس أسبوع الحمد لله ما أخرت سنة هذا إبداع منك بيض الله وجهك يا خالد الله يبيض وجهك يا عزيزي كبسوا يا الربع كبسوا قسم بالله كيف يا أخي أنا أنسى قسم بالله أنسى الأسبوع هذا ما أنا مسافرين كل زعتر أقسم بالله الله يعز النعمة ما أداني زعتر نايف ثامر نحفان عقبه كلنا نحفانين أشياء واجد أنساها والله العظيم إني ذا الحين إذا يعني إذا الموضوع ضروري أسجله في ورقة شو تدركسون ألزق عليه عشان لا قمت وركبت السيارة أشوف كذا إني أبي الموضوع ذا أبي أخلصه حل الفيتامين يا رجال عشغال والله فيتامين د لو يعرض بس قالوا ناقص فيك فيتامين د ما في انسان على وجه الارض الا ما ناقص عنده فيتامين د فيتامين د هذا ناقص ما بعد رحت المستشفى ولا ما قالوا فيتامين د ناقص والله لا يعطش واحد فقر الشارع قال ايه في فيتامين د ناقص عنده فيتامين د هذا خلاص عرف فيتامين د كل عند الكل ناقص ما في احد ما عنده ناقص اذا قلبوك ما فيك شيء قال يلا فيتامين د امسك بيض الله وجهك والله الفيتامين هذا اخر حل اشتقنا الوكيل الله يا وكيل النسيان سببه تي تو لي ويش وش الولي ذا مناهي عطني حل بيغيب غب حل بسيط غب محمد الودعاني مسوي حادثة ويا أخوي حادثة صدمة بسيطة أبي يملى العافية كيف يعني تبي حل ما أدري ما اللي أشوف السنابات أنا يسولف ويضحك وينبسط نبغى لازم تسوي ايش ستوير وش ستوير ذا نبي بث محمود بتركيب شلو بس سعد موقف لك ايام الكورونا في اول حاجة موقف لي والله لي ابشلو مرة رحت انا ويا واحد انا ولد خالتي كبير سن كبير والله اما من الستين منه فيها يا الربع اللي يقول ابن احي بتحضر الحفل ما ادري هذا شيء نعلمه عند الله والله اني ما ادري الشيء الثاني نبي حمود بن تركي نبي هذا الله في الوادي والله لو اني طياره والله لو اني وش والله لو اني المارد تمسح جنبي واظهر لك شبيك لبيك هذا حمود بين يديك اقدر هذا شيء فوق الطاقه هم في الوادي وانا في الرياض وين كيف اجيبهم يا اخوان هذا الموجود امامكم الماثل امامكم الضعيف إلى الله هذا أنا وين أجيب فرق هم في الوادي وأنا في الرياض فرق 800 كيلو أنا وين أجيب كيف أجيبهم
هل انا مارد تمسح جنبي واجيب اجيب لك على طول شبيك لبيك هذا دحوم بين يديك؟ عاد هو يقول عين 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 حسد حسد اكثر. والله ودي البي طلباتكم كلكم، اي والله ودي البي بس ما اقدر، هذا شيء فوق طاقتي والله ما اقدر. انا صادق انا صادق انا اشوفه، لا تحسبوني معصب، لا والله ماني معصب، بس يقول عطني دحوم وحمود يبي بث معه. طيب انا ما اقدر، هم في الرياض وانا في الوادي، انا كيف اجيب؟ والثاني يقول من ناحيه انت مشتاق، المهم نبي تركي اللي عندك ولد اخوك. طيب وهو في بيت وانا في بيت، عطنا المهم فيه كيف اشرح لكم المشكله، مو فاهمه السالفه دي، مو فاهمه الاهل الوادي، فيه شبوك عندنا شبوك ابل تبعد من باتنا، انه هي في عرق وفي يعني زي ما تكون شوك ابل تبعد من باتنا، ممكن تصويت من ناحيه نجم الجمهور، من ناحيه ما هو بمنافس على اي مسابقه، انا اي مسابقه انا ماني منافس عليها، المراكز اللي انا بي خذيتها من عندكم انتهى، بس وقف. لا خلنا نرد عليه، اللي بيني ارد عليه ارد عليه هادي، كل شيء ما منافس عليه انا انتهى. نعم صحيح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك، كيف أنت فاهم؟ خلاص يا ربع دقيقة عشان أتحمس في السالفة، خلوني أكمل السالفة يا أخوان. المهم أن أيام الحجر ما هم هي السالفة قصيرة بس ما خلوني أكمل، أن أيام الحجر المهم خلاص عشان ما أشوف أن أيام الحجر، تخيل عاد أكمل السالفة أنا قال كذا وانتو تنخشون، انا اقول واحد طش اثنين وانتو تنخش، لا لا المهم ان ايام الحجر وان وسوق البل يبعد منا ممكن 3 كيلو من هو فيها. انا تعرفون ايام الحجر الساعة ثلاث خلاص يجي الحجر، الساعة 3 العصر يجي الحجر، ما عاد فيه، ما عاد تقدر تروح يمين ولا يسار، خلاص انتهى ما فيه. المهم انا كان في سوق البل الساعة 2:30، يوم جا قبل الساعة 3 فاروح البيت، خليت جوالي، متى تذكرت جوالي؟ ما تذكرت، يمكن لعب المغرب كذا تذكرت. طيب انا دحين ابي اروح وحجر ولا ادري وش الوضع، قلت خلاص بروح وانا مطفي النور، باختصار لين اجي واجي المحل واخذ الجوال وارجع، خلاص ابي عشان اخذ جوالي امشي. يا اخي اثرهم واقفين، شوفوا الحظ، فيه المحل اللي انا مخلي جوالي فيه واحد منهم يداوم، من هنا العسكر ضل يداوم وراح يشوف محله وبيرجع وعلى دوريته، ولبك وقف عند المحل، عند محله يبي ياخذ اغراضه، انا ما ادري وش الوضع، وانا داخل مطفي النور وهو على دوريته، داخل مطفي النور وامشي ولبك، اللمبات طافيه وكلش طافي، الناس مطفي النور خلاص. والله فحول، انا ما شفت السياره ولا شفت الدوريه ولا شفت شيء، فحول ابي اخذ جوالي، جيت وخذت جوال عين ثاني جوالي على الماكة، جيت وخذت جوالي والتفت أبي أطلع، وعلى التفاتي له إلا وجهي في وجهه كذا وهو مولع النور وكاشخن سيفتي، أنا عاد خلاص وجهي أحمر وبدأ عرق، قلت تجيني أعراض ألم في المفاصل دوخة، أبي حكي ما أدري شو أقول، قلت والله وبالله وتالله إني ناسي جوالي، ما أبغى شيء، انا ناسي جوالي يا اللي احترمت، والله اني ناسي جوالي وجيت اخذه، قال يا اخوي ضيق الله عليك، لين جيتني
في ذا المحل. والله لاني يعني على محل عام عشان اقول اني انا اللي اخطيت عليك ولبى جايني في المحل. تروح بين المحلات كلها لين جيت ولبقت عندي ومحولا عندي وداخلا علي. يعني ابوك انت انا وش اسيبك؟ انت ايش تبي بالضبط؟ قلت ما هذا اللي انا ابي جوال غيره والله ما بشيء. توكل 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 الله. يلا 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 والله امشي 200 سيده في البيت واربع ايام ما ظهرت حتى من البيت. اصلي على طول مسكت واعود عادي حتى وانا اتهفت. تكبيس انا صاير القلب اصفر. كيف يعني الكل يعني. انا اللي عاني انا اللي رحت اجيب العيد على نفسي. رجال والله هو صوبي. انا اللي رحت لانجي ما هو بصوبي ولا صوبي احد. ومره تعرفون الاسواق الخيريه اللي تجي في المحافظات مو بيحطون كل يعني شهرين كذا في السنه سوق خيري اللي شو اسمها المهرجانات دي اسواق خيريه مدري ايش مهرجانات بس لا 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 مهرجان انتم حاطينه وجايبين العاب وجايبين كذا الكلام ذا مضي. طبعا ما يدخلون العوائل غير العوائل ما يدخلون. اجيك انا ابي ادخل كم عمري ممكن ابو صغير انا جيت ابي ادخل ورفض ابقى يا قال لا ما فيه. طبعا هم يحطون خامه كذا وفيها اغراض وفيها ملابس وفيها ايش اسمه مطاحن وفي كل شيء فيها وقدامها عاد العاب الورعين والعاب. قلت ها قلت خلاص انا مالي الا طب من ورا الخامه وادخل من تحت الخامه كذا. واطردوني هم قالوا لا ما في انقلع ما في معك عائله ادخل ما معك عائله توكل على الله. قلت انا خلاص ما في واظهر من واطلع منهم وراح اجيب من ورا الخامه عشان ما يشوفوني بطب من ورا الخامه يا اخوي وطب. هو طبعا ما في جدار فيه كيف اقول لكم حديد كذا يعني يلا ترجع وطب من ورا الخامه ودوم. انا دومت الحديده مسكت ثوبي كذا دحين يدي وراسي تحت ورجلي شاقها فوق والثوب شاق هنا والثوب شاق هالحديده وانا كذا اصيح اطنب الصياح خلاص ابيهم يمسكوني ويضربون بوجهي جدار يطلعوني ما عاد نشبت حتى وجهي غدا اسود الدم غدا في وجهي وحالتي حاله هو اطنب بالصياح. المهم هم يسمعون في مره جزاه الله خير من ذا اللي شو اسمه وش اسمه من ذا اللي يبيعون الاكل وش اسمه اسر منتجه من الاسر المنتجه الله يجزاها خير. تسمع صوت تقول انا اعرف الصوت ذا مو بصوت واحد يلعب صوت واحد انه ناشب ولا فيه بلا ولا وجعان ولا صوت الصياح ذا مو بصياح واحد يلعب الصياح ذا صياح واحد فيه بلا وتفر. تدرون كيف شافتني؟ قالت بالشراع كذا تعايني تقول كذا بسم الله انا عاد ولا هنا طق راسي هنا تجي مناك وتجي وتظهرني وحالتها حالة وعادة هي كبيرة سن الله يجعل ربي طول عمرها وتظهرني وحالتها حالتي يا الله اني طحت واخذ شوي وانا جالس وعاينها وكبدي تقلب علي وحاطي يا امك انت اللي حدك على ذا وشي اللي حدك على ذا وشي. قلت ابي ادخل. قالت يا اخي مو بعليك باللزوم مو بعلي انك تدخل وحالتك حالة وبغت انت تموت مو بعليك باللزوم لا تدخل اطردك رح ابركك شوف غير يا خلاص. وقعدت اسولف انا شوي لحاسله من جاي ما شاء الله تبارك الرحمن وينك جاي منه وثوبي منشق ما شاء الله عليك قال باتمان تبي تطير من فوق الشبك اطلع 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 الله يهينك اطلع يا رجال ما قلت على الله. قالت هي والله ما يطلع يعني مدارك بغى يموت عشان يدخل ويلعب وتبي تطلعه والله ما يطلع هذا معي انتهى روح قسم بالله جزاه الله خير. لعبت لعبتين بعد على حسابها والله بيض الله وجهها والله على حسابها اي والله. ومره عند البل هذا اللي بغيت اموت فيه صدق
هذا اللي بتموت خلاص ما راح نبل. تعرفون الترالات؟ التراله اللي يحطون في بطنها شعير اللي توقف عند الصوامع، من اللي يعرفها الترالات اللي توقف عند الصوامع ويحطون في بطنها شعير يبيعونه وكذا، اي نفس الشيء. ان البلد المزرعه وفيه تراله موقفه، طبعا التادر بس التراله رايحه بس اي حقه البر. يا سلام عليك حقه البر. قلت انا ليش ما طب واشوف اللي داخل، ادخل انا في التادر ذا وانزل فيه واشوف كيف الشيء وكيف هذه وكيف هذه وكيف هذه. لا ما يبدلنا ما يبدلنا يا اخي، كيف اشرح لكم؟ الربع كبسوا كبسوا، كيف اشرح لكم؟ ترى حقت الشعير اعرف زي لا زي القلاب، هو صادق زي القلاب بس مسكر من فوق، زي القلاب ومسكر من فوق. وادخل وانزل فيه، لا ما بيطلعت علف، ما بيطلعت علف حقت بر اللي تدخل عند الصوامع. انا دائما تشوفونها واقفه عند الصوامع، انا بيفهمون احنا ترى الذي وش. لا يا اخوي مو بحظ برسي محل قلت له بالله مو بحظ برسي. المهم نزلت فيها، نزلت فيها في حاجة زي كذا اللي هم يعبون الشعير فيها بعدين يكبونه تحت، هذا مشكر من تحت مقفل من تحت لازم احد يفكه من برا كذا. وانا قصير ماني بطويل، هم نزلت ولا عاد قدرت، لا انا وش اللي فوق واللي تحت مقفل، اللي فوق ما عاد قدرت انوشه يعني ما عاد قدرت اطلع عليه عشان اظهر، واللي تحت واللي تحت مقفل وفي ظلمة، في ظلمة ما شو والله العظيم شيء 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 رعب رعب، أقسم بالله إنه رعب. أنا الحين الحين أتذكرت والله إني أرتاع رعب، ما أشوف إلا السفرة اللي فوق، السفرة بس السفرة في الشمس يوم يجي فوق، وإنه في العصر ملقوف ملقوف. وصيح وصيح أبي أحد يظهرني، ما حولي أحد والله ما حولي أحد. المهم مش لك باخذت يمكن ساعه ونص، قسما بالله ما ظهروني الا عقب المغرب. يوم جاء عقب المغرب لهم يسمعون صياحي حتى ظلم الليل وانا داخل بغيت اموت بغيت امرج. نزلت من فوق رقيت من فوق ونزلت، يوم جيت ابي اطلع ما قدرت. هذا اللي ما في احد يا اخوي، اقول لكم خزان البيت نازل فيها اسبح ما اخذ المسبح مودي، ما خلى واحد يمسكوني يربطوني خل على الله بس. اقسم بالله انا خزا، اقسم بالله العظيم انا خزا اللي نازل فيه. لا خزان عادي، خزان انزل في الماسوره حقت الدينامو اللي تسحب ماء من فوق توديه لتحت، اتلزم في الماسوره برقه جيت لين اظهر، هذا عادي لعبتي ذا احسن. لا ذكي بعد قبل ما دوم افك الدينامو افصل الدينامو شطع بعدين ادخل طف اطلع انا. الحين عاقل انا الحين اطلع في الماسوره اللي تسحب الماء من الخزان وتودي فوق صح، اتمسك فيها واقول كذا ورقه لين لا خذ ولا ذا راسي ظاهر بالخزان كان جربوع ظاهر جد. مره قد ظهرت امي معها سحله، اقسم بالله امي معها سحله وانا ظاهر ما ادري ايش تبي بسحله، كله ظهر طا رجعت، كله ظهر طا رجعت ما عاد تبني اطلع، فنختني بالسحله لين غدت السحله متعفطه الحين اطلع. الله اشغلت الله يشغل العدو. وين يا اي صح صدقت يا حظ امي ابو سلطان بالاجر انا ما صبروا علي، قفلوا علي الغرفه طرحت المكيف وطلعت، قفلوا علي في المطبخ وقعدت اسولف واضحه والقدور طا 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 بعدين خلاص قالوا خلاص يا ابن الحلال الله يحفظك توكل على الله. صح هذا لان هذا شيء باقي عاد على الله انه مثنى انه خلاص طفح الكيل الله يحفظك رح الله يجعل ربي يقاك خلاص انت شيء راجع لك رح ايش جوك. ابو سلطان صاحي يخابره صاحي، واحد قالكم انه منهبل انا خابره صاحي
ايوه الحين عاقل خلاص الحين عقلت. كيف؟ لا الحين خلاص مزبوط انا عاقل الحمد لله رب العالمين. شكل دحوم مثلك. احسن ما يبدا احسن ما يبدا حلم الهام على طول. نبي موقف مع ابو سلطان. موقف زي ايش؟ ما ادري والله. انا والله ماني بامي اعرف تركيا من صغير. انا مناحي. مواقف تركيا من صغير والله ماني بامي ما اعرف والله. مواقفي انا ابشر بس مواقف ابو سلطان كيف؟ ابو سلطان كيف مني؟ كيف اعرف مواقفه وهو صغير؟ محمد لو تعاني برا ناحيني بموقف كنت بموت فيه ولا لطف الله. انا شلون طلعت اسمعوا سياح هنا جاوا وطلعوني. ابو سلطان ايام يدرس كان ما يظهر في المسحه كان يظهر برايم يعود التصويت. تخيلوا بين حسنا يقول ان ابو سلطان برايم خلاص رجع التصويت. استغفر الله العظيم. لا لا ما يدخل امزح امزح. مناحي موقف لك في شخص ما تنساه. موقف لي في شخص ما انساه. ايه موقف لي وانا صغير توني متعلم السواقه. توني متعلم السواقه يعني ها اسوق اسوق توني صغير واسوق. تعرفون تخيلوا لدرجه من القصر اللي فيني وانا صغير من القصر اللي فيني ماني بعاين ماني بعاين مثل المسلمين كذا لا هذا الدركسون انا عاين من جنبه وعشك كذا عاين من جنبه من جنب الدركسون لان اذا حطيت وجهي عند الدركسون ما اشوف لازم اجي جنب الدركسون كذا. ما في الحمد لله ومخاد باتنا كلها ورا ظهري. لا والله العظيم هذا يعني الدركسون كذا انا كذا امشي كذا وفي 70 مخده وراي و70 مخده تحتي والحياه يعني يا اشلى الحين الحمد لله كويس وولع. هي حياه الشقا اي والله حياه الشقا وعلى الخط العام امشي شوي للرجال يشر واركبه علومك هذا الرجال معي يعاين يتامل في الدنيا يتامل في العالم ويتامل وما ادري وش كذا راكب معي انا ما اعرفه والله وقفت ابني اوصله ورحت اوصله يا ربع شدوا تكبيس. المهم قال وصلني بنقل جماعي. قلت طيب ما في مشكله بوصلك نقل خليني الغي بس. قلت طيب بوصلك نقل جماعي. ايوه يشر هو رجال بلحيته شخصيته زانه وجهه ابيض. قال ودني معك نقل جماعي. قلت ابشر ودي معك وله من يوم ركبته هو كذا يعاين يتامل في ايش اسمه في المباني ويتامل في كل شيء تامل وانا عاينه ود هذا وش علمه هذه متى جات يبوك هذه متى جات يبوك هذه متى جات يبوك هذه متى جات ما ادري. قلت والله العظيم اني ما ادري متى جات ما عرفت نفسي وهذه جات ويسالني ويسالك انا وياه. رحت انا اسال سؤال ليتني ما سالت ليتني نزلت قبل اسال. قلت ليش انت ما انت من هالديره؟ قال لا انا كانت السجل لي قال 20 سنه و 25 سنه. قلت افا ليه؟ ايش عندك في السجل؟ قال والله توني طالع الحمد لله تنازل اهل القتيل. يوم قال تنازل اهل القتيل وانا لي ايش؟ وشو؟ اقسم بالله العظيم اني اقول يا بغيت ادوم مع الدريشه
بغيت ادور مع الدريشه ويدعي ويدعي. يا الله والله العظيم اني بغيت اعشق الثالث وادور مع الدريشه بكيفه يروح ما شيء راجع له. بس الرجال وجهه خير ويدعي. جتني مركب الحمد لله ما قلت على الله انه ينزل. والله اني كذا ما عاد لفيت يا منزل وانا اللي عش اغراضي يا اللي تفهم ياخذ اغراضه فامشي. لا حول ولا قوه الا بالله. وش تراني يا اخي شايب اللي حيتها بضها وش تراني هذا موقف مرجني. والله انا مرجني لا خلاص الحمد لله. حتى اخواني يشوفوا مشروع ما عاد اركبهم خل عاد اني اعرف ماني متداخل مع احد جوله انا قست ماني متداخل مع احد بس انا وياك. هذا جيت ضربه هنا باب. ايوه جيت ضربه الباب كذا حسد فيني عشان كذا ضرب الباب وخلاص. لا والله من باب اقسم بالله العظيم. شوفوا اللي نيته مي بطيبه ترى عقبه ترى هذا بعد الله سبحانه وتعالى هذا اللي زين نيتي. هذا السبب. هذا ايش الضربه هذه اللي زين هذا اللي زينت النيه عندي. هذا من اسباب زي اصلاح النيه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا هو هذه الضربه لي هذه اصلحت نيتي والعاده خلاص صرت احب الخير للناس بعد الضربه هذه. ليه طيب وش صار؟ طالعين في الشارع انا واثنين من اخواني انا واثنين من اخواني طالعين في الشارع وطلع واحد من اخواني وضربنا لانه طالعين الساعه حول واحده من الليل وضرب اول من واجهه انا وضربني. حلو؟ لا ضربني عادي. ورحت انا وقفت عند الباب وراح هو يبي يضرب العيال وجو العيال يبون يدخلون. فانا انقهرت انه ضربني ولا ضرب العيال. جيت وقفت كذا مسكت الباب منه ومنه عشان ما حد يروح عشان يضربهم. دفوني شق علي الباب كذا ادمياني. بعدها خلاص صرت احلف عليه والله ما عاد تكون لهم شيء. زانت النيه خلاص والله ما عاد تكون لهم شيء خلاص يكفي اللي جاني يكفي خلاص انتهى. اي بعدها خلاص عرفت ان الحسد يجيب لك مصائب. انبسطت. كيف اروح وين؟ ايش بده التكويس؟ من هو اللي يبغاني؟ نبيك تطلع اخوك عزوز معك. ابشر خير ان شاء الله. ازعله بطلعه. متى تبون؟ الحين ولا شوي؟ متى تبون يطلع عبد العزيز؟ عجلوا الحين. ابشر 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 ازعل خليه يجي الحين. بمسح المارد واخليه يجي عاد ويجيب العيال معه. ازعل جربت تشبح في بير؟ لا ما داني اذل منه اذل من الديبان. ناحي ليه تروح محل الشاحي حق الشيخ فلاح؟ كيف ليش اروح له؟ ما رحت له. انت رحت له؟ اكثر موقف خلاص اخاف من البسطاء ما عاد صرت اخاف خلاص. صاح طالب تكلم خلاص ما عاد صار يطالبني لانه متعود على كل شيء خلاص. خلاص يا ابن حلال انتهى. والله العظيم اقسم بالله العظيم والله من ناحيه ترجع القناه لا والله العظيم اني بلشتناها. والله في واحد من اخواني اكبر اخواني ضربني
اكبر اخواني، اكبر من تركي، اكبر من تركي ممكن بسنة او سنتين. ضربني قهرني، وش سويت؟ في بيت عندنا يبني يبنى بيت لنا يبنى. يا اخوان يا اخوان الله يرحم والديكم ويجعل شبابكم في الجنة، الربع ظلم ما يبون قسط، هم ما يبون، انا وش تبني اسوي؟ ما يبون. انا فاتح البث هذا حق سوالف، ما يقول ما يبي قسط. المهم عندنا بيت يبنى، انتم خبرين نجارين يجيبون كراتين، اللي هي كراتين كراتين مسامير، انتم تعرفون كراتين مسامير، الكراتين اللي يجي كذا، جاءنا كراتين مسامير، خذيت الكرتون ورحت، رحت ادعي ترى ورع. انت تتكلم عمري ممكن 13، يعني قبل 13، قبل كم سنه يعني، قبل ينتظروا مثلا بقول قبل عشان يعرفون كم عمري. لا ما نبقى يا نبقى تبون لا تعرفون تجون منا حركات ها؟ لا ما بي ما بي انا متعمد اقول قبل عشان انت على دحين عارف حس من 13. لو قلت قبل مثلا اي شيء حسبته على 13 ظهر العمر خلاص عرفنا. لا ما في. المهم وش اسوي؟ حلو صادقين، وش اسوي؟ اخذ المسمار، اخذ مسمار كذا ومسمار كذا، واجي عند الكفره، كفره اجي عنده واحط مسمار قدام مسمار ورا في الكفر كله الاربع، نقدم ونرجع عشان ما يشوف، لأن قهرني ما ضاربني ولا يبيني اروح معه. اكبر من ابو سلطان طلع العصر، يبي الرجال يروح، بيض الله وجهكم على التكبيس، طلع العصر الرجال بيروح، عصب الراس رايح للبل، اي عصب الراس رايح للبل، مشغل. انا جالس جنب امي تروح، الله يحفظك امي تقولها، الله يحفظك خير، اقول في نفسي خير ان شاء الله، والله يعود عليك الحين، اضمن لك انه بيعود الحين، خلي قهوه بس بيتقهوى معك الحين. عندي 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 بيعود الحين، ما في كلام، خذنا ممكن 10 دقائق ولا معودين على انا وثلاث ايام. وش فيك يا اخي؟ الكفره ورعان حاطينها مسامير، ما ادري وش العان الاربع كلها. قلت ايه هذا الورعان، الله لا يوفق الشيطان، هذا هم السبب، اياديهم بس، وين جابوا المسامير منه؟ اكيد جايبينها من عند بيت باتنا ثاني، اكيد مصيبه، وهو انا اللي حاطها اصلا. يا رب حنا رب حنا. انتو خابر هالبيوت اللي يجي فيها منور في النص، المنور اللي يجيك فيها ممكن متر ونص او متر ونص في النص قديم. هنا بانيين عند بيوت قديمه، وهذا بيتنا اقدامهم كذا وجدرنا كذا، يعني الجدار على الجدار، الجدار واحد، الجدار نفسه واحد. انا اجي وهم طبعا الصبح، كيف والله عندك افكار احوال، اذكر الله ابن حلال بعد انسى، وتقول عندك افكار ما تخطر على الانسان، اذكر الله يمسك. لما اجي في الصبح ووايق اوايق عليهم، اذا هم مجتمعين تحت المنور هذا لعبتي بقهوه طبعا، لان مويه كويس، مويه مغري يقول الحمد لله ما هو كذا، لا قهوه وانا حاش من هو لا اعلم. ولا وبعدين وش اسوي؟ انا عارف انهم بيطلعون يشوفون من اللي فوق السطح ذا، وش اسوي؟ انا انذر وامشي واسرع، انزل مع الدرج واوقف عند باب بيتهم، اجي اوقف عند باب البيت على اساس اني العب ولا اسوي شيء عشان اطلعوا، لا ذا مناحي واقف عند يلعب عند الباب، يعني مو مناحي، هذا واحد ثاني مو مناحي، لو كيف مناحي يجي فوق السطح ويجي وينزل عند الباب؟ لا تروح تتهم الواحد غيري، عشان كذا مبسوط انا، ما فيه عشان كذا ما لي دخل انا لحالي، انا قاعد العب ما لي اي اختصاص.
ايوه المنور والفتحة في السقف، فيه فتحة في السقف هذا هو. خلاص والله العظيم والله ما يعلمون عيالهم يبغون يشوفوا. شوفوا شفتوا مناحي؟ لا عاد احد يمشي معي، اقسم برب البيت والذي نفسي بيده اني اروع الشيبالة راح يصلون الفجر. والله اني اروعهم. صبر يا رب تغفر الذنب، يا رب تغفر الذنب. هم يعرضون على باتنا، باتنا قبل المسجد. انا انسدع على الجدار. نفسي ده يقدر ولا عرض علي الشاي قلت له واو انت انت بدي اشوف وش الصح هذه وش الوضع وش يدور يدور ويدور يا ربي تغفر الذنب يا الله يا ربي تغفر الذنب. عاقبتهم والله العظيم اني عاقبتهم قسم بالله اني عاقبتهم يا اخي مودي. تدري عاد وش النهايه وش سووا؟ صاروا ياخذوني من الوادي يرسلوني لتركي في الرياض يقولون خله عندك ابو سلطان، يا ابو سلطان خله عندك اقسم بالله العظيم يقول يا ابو سلطان خله عندك خلاص. اجي عند ابو سلطان واجلس اجلس عند ابو سلطان، ابو سلطان في البيت وفاتح قدام انا الحين في الرياض، هذه افلامي عاد في الرياض، فاتح قدامنا مقهى. كيف المقهى هذا؟ انتم خابرين الاول ما يجيكم هنا مقهى يحط شاهي وحليب وهنا وكمبيوترات ذي ايش اسمها كمبيوترات هم العالم يجون يجتمعون فيها من يذكر قديم والنور خافت ولا تسمع الا صوت تك 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 تك. ولا تسمع الا ايوه. وفي واحد كان في كان يجتمعون عشان دردشات صوتية، كان في دردشات كتابية بعد ما صوتية كتابية تك 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 تك. قديم قديم وأنا صغير. لا مو مكتبة محل أجمع لها أكثر من 30 جهاز كمبيوتر يدخلون عاد، واللي يا أتوقع يأخذ الساعة بعشرة أو الساعة بخمسة ويقعد على قديم هذا ترى قديم. أنا ذيك الحين ورع صغير أدخل عليهم وأشوف وعاين بعلمكم سالفة. وفي واحد هذا شفتوا دعم جاكو وهذا مثله، هذا عند مثل شفتوا درع في دعم جاكو وهذا مثله، هذا يجيب بطاقات ويشهد هنا ويحط كيف ويقول ويكتب البطاقة هنا في القسط وينزلها وأول واحد يشحن هي له. تذكرون نفس درع درع يدعم بمثال هذا نفسه. هذا نفسه يسوي كذا. انا ترى شوف انا ترى كم عمري ممكن صغير والله صغير حتى يدريك من يدل حتى لقطعت الشارع ادل حد يجي صغير وادخل واقعد اشوف وش يسوي قديم الشيء ذا قديم واشوفه الحين كيف تكون الجلسات كيف خليني اعلمكم خلوا مني المواليد والعمر خلوه يا اخوانا العمر انتم شو بتوظفوني انا بشغل عرفت عمري وش تستفيدون العمر اللي انت تبون عمري اللي انت تبون حطوا العمر على اللي انت تبون كذا يعني بنطقطق عليك وش دخل العمر الطقطق علي ما له يدخل العمر الطقطق علي. المهم كيف الجلسات يجيك خشب منه وخشب منه يمكن نص متر والجهاز قدامك وخلاص 1 2 3 4 5 10 وهو جايب معه سله كان سله ابو ماجد اللي يحط جوالاتنا فيها جاب معه سله يا اخي ذاك سايق الجلد وهذه السله هذه كلها ايش هذه بطاقات سواء حتى كان ما فيه الا بطاقه هنا اتوقع
سوى بس اتوقع موجود او موبايلي او سوى ما ادري. المهم من هذه بطاقات اي كانت بطاقات سوى هذه 10 اتوقع هذه 10 اتوقع وهذه 50 20 اتوقع كان ما فيه كان 10 و50 و100 كان اذكر ذي والله اني اذكرها في مخي الحين ويجي وش يسوي اي سوى سوى اه ذاك سايقه جلد سايقه جلد يعجبني يعجبني اللي مثله اقسم بالله. بعدين يجي عنده تفاعل تفاعل يجي عنده ناس وبعدين وش الطريقه كيف الطريقه ياخذ البطاقه ويسجلها يضغط انتر تروح البطاقه اول واحد يشحنها هذه له اول واحد يشحنها اهله اول واحد يشحنها اهله ادري والله وش يستفيد والله اني ما ادري والله وش يستفيد قديم قديم والله اني اذكر قديم. المهم جاء معي واحد من العيال علمتنا بالطريقة وعلمتنا قلت له يا ولد في واحد كذا 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 قال طيب وش قال طيب وش الوضع قلت عندي الفكرة هذاك بدا يعرفني يضحك مني لين يقول بس يشوفني صغير وكذا وجهي وشعري وكذا هم يضحك مني لين يقول بس قلت اسمع انا بقر انت عطني بطاقه وانا بقراها عليك وانت تكتبها عشان ما تقدر تعاين وتكتب لا انا بقرا عليك وانت تكتب وعلى طول قال خلاص تمام خلاص الرجال قال انت رجعت ناديت واحد من يا عمي قلت تعال خليك في اللي جنبنا وادخل في الشات نفسه قال طيب واذا دخلت الشات نفسه قلت اسمع ادخل في الشات نفسه وانا بعطي رقم بطاقه خطا ما هو صحيح وانت تقول تم الشحن اكذب وعلى اساس انك شحنت والبطاقه ما طلع عليك وخذ البطاقه انت خل البطاقه لك وسو كذا وعلى اساس انك شحنت وخذ البطاقه انت اشحن قال طيب المهم كل يا ولد كل اللي طرحنا في حاله حاجه واحده انا مت من الضحك وش طرحنا انا تعمدت اعطيتها البطاقه وهي ناقصه رقم انا مت ابي اطرح اللي جنبي مت من الضحك اعطيتها البطاقه وهي ناقصه رقم قلت خلاص ارسل انتهى ارسل وذاك اللي جنبي ذاك اللي جنبي قال شحنت قلت كذاب هذا كذاب البطاقه باقي فيها رقم ما بعد قلت كيف شحن اقسم بالله اني مت من الضحك قال هذاك يقول شحنت 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 خلاص شحنت قلت انت ترى كذاب البطاقه باقي فيها رقم وترى في اربع بطاقات خذناها وانا ابي مخباب ما بعد شحنها ترى كذاب انا اعطيك رقم خطا وهو يقول شحنت وانا كيف قسم بالله اني معلم عليه يا مشحن اربع بطاقات وانبسط فعلم عليه ابي اضحك مت والله اني اقطع الشارع ما عاد شافه من الدموع اقطع الشارع نبيل بيه قديمه الشاتات ذي قديمه والله من يذكر الشاتات هذه من هو اللي لحق على الشاتات هذه يحط واحد بالله من اللي لحق عليها أبي أشوف من اللي كلكم لحقتوا عليها ما شاء الله تبارك الرحمن خلاص قدموا في الضمان ولا لكم أنت قبلوا على أعمالكم ذي مبروك الضمان ولا تدري جالس مع متقاعدين ذاك مكبار يلا ما كذلكم حد انكم عاطلين وتحبون البث في الفجر
خلاص اعرفوا اعرفوهم اعرفوهم الكبار انا اسفين صراحه اذا اقتنع عليكم بشيء. اسف اسف خير صغار اكس هيك عادي لا عادي ما نطلع منها معكم معكم عادي اي شيء انتم فيه انا فيه. طيب يلا الحين اسمعوا لكم 10 اسئله اسالوني فيها طبعا ما تكون خاصه طبعا مو بعمرك نعم انا مواليد التسعينات يلا في واحد دقيقه خلينا نشوف هو موجود والله بيعطيه اشراف بس ما لقيته خلينا نشوف ربه موجود مو موجود والله يلا وش الاسئله هل انت شاعر؟ لا ولا اني متذوق للشعر بتحضر الحفل الختامي ممكن من مسميك الاحوال والله صورتي يا من صغير والله هذا على المشاهدات صراحه انك لو شفت صورتي يا من صغير احتمال افتح بث القى ثلاثه واثنين منهم قال تكفون تعالوا طيب وش اكثر ايش اصغر واحد بالبث كم عمره والله ما نبي قبل الواحد قبل ما يدخل البث اشوف بطاقته والله ما ادري ترى البث تقدر تدخل بدون اثبات يعني تقدر تدخل بدون ما حد ياخذ بطاقتك هو مو بنقطه تفتيش انك تشوف البطاقات لا هذا بث يدخل الكبير ما ادري والله انا ما ادري عن اعمارهم والله متى تطلع رخصة موثوق؟ قريب إن شاء الله. عندك نية تكمل جامعة؟ والله لا. مناحي صدق تحب جمهورك؟ إي والذي نفسي بيده يحبهم. أفضل مقدم أعجبك. مقدم إيش؟ يا ربع دقيقة تكفون أنا جاني عمال وام من وحتى عيوني جاها حول ممكن شوي بس خلنا شوي عشان أعرف إيش صار بتجي الكويت نعم وقريب بجي الكويت أنا بي عشان هل أنت صار أخوانك نعم نبي موقف بك هو سؤال مو هو بقول اعطوني مواقف ما ادري والله تجولتكم على سلم الله والله ما ادري وش اكثر فقته وش فقته ذي وش اكثر فقته في البرنامج ما عندنا فقتات اللي اذكر ان كانوا جابوا فقته عقب ما طلعت ما ادري والله وش الفقته ذي ابي اعرفها عشان ممكن مجايبينها وانا موجود والله ابو عبد الله يجيب كل شيء ممكن جاب فقته وانا ما ادري والله فقره ابشر لقيت الوادي ابشر بيه ايش رايك في عبد الله مري ونعم لا يقول شاف والله فقته ابو سلطان بيروح معك الوادي ما ادري وش وظيفتك ماني في الوظيفه متى تقفل
الأذن إن شاء الله، لأن مع الأذان نقفل لنا. هل ممكن تستقر في الرياض؟ أنا بين الرياض والوادي مستقر. على الأسبوع الجاي إن شاء الله. مناحي من قدوتك في الحياة، واحد متسابق كان في الواقع اسمه مناحي رجباني، اقتد فيه ترى بعد كويس. أباظة أعطيته حظر. عندك حساب الانستا؟ إيه. ممكن سام تجي عمان بإذن الله. هل ناوي تبث في الانستا؟ الانستا في بث، الانستا في بث. اما في بث كيف البث حقه؟ بدون دعم. حلو. ناحية تفكر تدخل في جولة رسمية قريب؟ لا. لا رسمية دخلنا في جولة رسمية، بغينا نتدين، بغينا ناخذ قروض. وآخرتها ما جاب هو حتى 3000 سكورة. أتنا حالة ما خلاه، بقى أنا اللي عارض كليته واللي عارض وحالتهم حالة والتويتر قابع إيه شحمت الأذن. والله الحمد لله، والله لو على شحمت الأذن والله كان شف. لو أنا شفت أنا والله بغيت أكلم سلطان البريك، قلت بغيت أكلمه عشان شحمت أذنه، عليه شحمت أذنه ذا كبرها. بغيت اكلمه بقول له ابو ثقل العلم عفاك، اكبر ما فيك شحمت اذنك، والله لا منك فايده، بس عاد خلينا نستفيد من شحمت اذنك. انت ابن عم وبدخل لي جوله، واليوم لا تخليني، اعطني شحمت اذنك يتسنها سنها مقرصه. والله اقسم بالله نجيب له اوه يا شحمت اذنه، الناس يقولون اذانهم على 5 مليون هو بالمليارات. هو لا توضى يقول كذا اذاني طخ طخ طخ. ابو ثقاج عليه السلام كلمته ويقول ابشر بالسعد. في احد قال لك انت؟ اي كثير يقول ان تركي صغير يشبك. الله يطول عمرك. وش أمنيتك في الحياة؟ وجودي معكم. وإذني؟ والله ما شفت إذنك، أنا أشوفك تكتب إذن والله ما شفت للأسف. قاعد يسولفون وسولفت معهم. اي وذ النايف، هذا النايف ذاك كبره، هذا النايف الله بس الله ما نتوايق، بس فيها حذفها شوي، حذفه الشاصي عنده من عفت شوي. ذا النايف، ذا النايف يعني 45000 وفيها مقاطيع، لان هذا كبره 45000، 45000 فيها مقاطيع. ها ما 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 تجيب بعد ذا النايف، ما تجيب ما تجيب. خشم سعود علوش، سعود علوش خشمه، خشمه بعيد. لو يدخل في المزاين لا، سعود علوش مواصفات بعير مزاين صراحة، خشمه برطم فل كامل حق مزاينات. لو دخل في المزاين بيرقمونه على طول، خشمه ذا طوله وبرطمه ذا طوله، ما فيها كلام، بياخذ الأول.
انا والله صراحه ما عندي رخصه اعلان وابي اقدم رخصه اعلان ولا اعرف. فيصل وتركي وسال. ايه من تبون فيصل ولا تركي ولا سال؟ اختاروا بس. فيصل. فيصل حازب. أتبون فيصل حازم؟ آه وش تبون بالضبط؟ فاتح بث؟ فاتح بث الدبلين؟ طيب كيف ادخل معه؟ كيف ادخل معه؟ ما اعرف انا كيف اجيبه. هو اتوقع مو بعندي بس خليني اشوف. خليني ادوره. ما عينته. ما لقيته. والله ما لقيته. المهم الساعة قدها واحدة. وبيض الله وجيهكم. نبي عاد نقفل. حسولفنا وانبسطنا وضحكنا. نبي عاد نقفل. ما عاد لنا الناس عندهم دوامات وعندهم وبعدين يومكم تقولون من ناحية جولة. ترى والله العظيم ان اليوم فتحت جولة سريع لانهم طالبيني والله في الجولة عشان كذا فتحت جولة وبيض الله وجيكم اللي دعمتوا الغلا وعبير وجيش العطين وهديل وروز منال وحياف ون كيلان شوش ام محمد وبيض الله يجيكم اللي كبستوا وبيض الله يجيكم اللي حضرتوا ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه.